بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهي أصل الثلاثة كتاب كفل عصر تمرتي هنا المالتنا، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. إن شاء الله نكتل على ومعنى شهادتي أن محمدا رسول الله محمد يالله ملك تنيا مهونا تشون مسكر اللو بمالت يتفلقبت ومعنى ترقمو يتفلقبت شهادتي ممسكر أن محمدا محمد مهونا تشون رسول الله يالله ملك تنيا مهونا تشون ممسكر أمياسي زو أمياس جبتو أميت أقومي هونو نقر عند سو بنبي محمد ملك تنينت أمسكر اللو كالة قدمي هون بتنقر على سي مسكر بملاسو مالتنا مكنياتو بملاس بتشايد اللم مسكاري وميكومو تقبار نمجمر سلم يكاتت مالتنا من إلالو شيخ طاعته فيما أمر نبي صلى الله عليه وسلم يعززتن متعزز وتصديقه فيما أخبر الساتشو دمو يتناقروتن بتقل الله أونتنا ومالت الساتشو تناقروت عند النقر بساينس كالار قاقتنو يمساسلو ميبال نقر إلم سمتنال تازنال سلزي واجتنابو ما نها عنه وزجر الساتشو دمو يكالكالوتن وقزياد الرقوتن نقر بتقل الله مكالكال بقورت مالتنا وألا يعبد الله إلا بما شرع الله دمو لا يملكنا الساتشو بسايوت من قد بيتشا بهوننجي إلا بما شرع برسول صلى الله عليه وسلم بدنققوت باسايوت تقبرو بتقوموت شريعة مسارات لهوننجي معنى الشهادة قالونا شه أسيمين ليبرارونا رحمه الله يا مسكر النتكال ترقوموانو يا يتنيو مسكر النتكال أن محمد رسول الله محمد يا الله ملك تنيا ناتشو ميلو هو إقرار باللسان بملاس من مدرقنو من ناقرنو ما رقاقتنو علو والإيمان بالقلب بل بدمو ما منو بأن محمدا محمد ابن عبد الله يا عبد الله لجهونت محمد مهونات شون من مهونات شون القريشي الحاشمي يا حاشم قوسا رسول الله يا الله ملك تنيا مهونات شون بملاس من ناقر بقلب مكواترنو إلى جميع الخلق ودفت أرام بتقل الله نودم ويساتشو من النت ملك تنين النت مالتنو كذبا في تنبروت نبيوش ليهزبو تشاتشوني تلاكوت من الجن والإنس كان نزيف فترتاتو تشسترمو ساتشو يتلاكوت لما نو هلتو ميزان لي لمي كربوت فترتات الله سراتشون ميمزنو هلت فترتاتالو جننا صوب مبال متاوقو كما قال تعالى لك الله سبحانه وتعالى اندالو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سونم هنا غانين الفتر قواتشوم أنين ببتشين النت ليعمل كنين جيالة ولا إبادة لله تعالى قالوا شيخ أسيمين الله مملك دموات تقين مالو وينما الله مملك ميبال يلم مالو إلا عن طريق الوحي بملكو طويرعي بمتع وهي أما كنين النت بهون نجي لك رسول صلى الله عليه وسلم لا اندو ردو مالتنو الذي جاء به محمدا صلى الله عليه وسلم لك رسول صلى الله عليه وسلم عندما طبت عينت الساتشو لانجدي ملكوتاوي رأي يورد الله تشونو بجبريل اما كاينت من يهونو مالتنو عملكو لن يسايون مالتنو جيتاتشن انديت بلن لسو مسجد اندال لبن حجين انديت مفتسم اندال لبن اردل لسو انديت مقرب اندال لبن ياسايون بوهي بمتاونو مالتنو سلزي من يازن مالتنو كزي الساتشو يتلاكوت لجنم لإنسو منو عند ولتنيا جننا إنسن دمو الله يفتراتشو الله اللي عملكوت ببتشين النتنو كزاس الله هننديت بلن مملك اندال لبن دمو بوهي أما كان النتنو ميمتو لك نبي صلى الله عليه وسلم لي وهي اندور ردونا الساتشو دمو بتعمان النت لن يندستلال لفوت مالتنو
كما قال تعالى قالوا شيخ أسيمين الله سبحانه وتعالى اندالوه اللو من بلو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا فرقان هون بوهي أما كان ينتنو باريوش جيتات شوم يعمل كوت على النم الله من على شو سيمين يا الله انك المسر جامد تونو يا فرقان فرقان حق انكباتي يلي مالتنو قرآن مالتنو يا فرقان بباريو لي لألمات أسفراري يهون زند ياوردو أملاك كبرنا ترات تقبو بما لينو هنن ياوردو بنبي صلى الله عليه وسلم لينو إيه قرآن ياوردو مالتنو لبي بالنجدي ومقتدى هذه الشهادة قالوا شيخ أسيمين إيه مسكرنت أمياسي زوالو متأقمو أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر يا الله ملك تنيا بتناقر وتبتك لعلا أونث نول التل وأن تمتثل أمره فيما أمر بعززو تقول دايدا موشي بلا لتتعززنو وأن تجتنب لتركنو ما أنه كزانقر نها وزجر رسول صلى الله عليه وسلم إرمك هذا الرقوب وغزك هذا الرقوب نقر دمو لتركنو وألا تعبد الله إلا بما شرع برسول صلى الله عليه وسلم شريعة الساتشي زوت بمطوت منقد بتشانا بتشان للتاملك انجي اللهن كالزوج ليلان منقد لا تفلقنو بيدا على التامتانو يراسن سميت لا تستنقرنو عباتو تشاكشن ينبرو بت منقد يهينو لا تلنو أنت يا الله باريهوي ومقتدى هذه الشهادة قالوا أيضا أهونم تتقوما لتشالو شهو أسيمين يزي مسكرنت قال ألا تأتكيدا لا تامنو أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله ملك تنيا الله تشوب له لا تامنو حقا في الربوبية وتصريف الكون يهنن مدر بمستنبر لي كالله جيت النتدمو عبرو وينم درشا الله تشوب له لا تامنو أنت يا الله باري هوي أو حقا في إبادته بالله أملكو لي دمو لساتشو ممي قباتشو حق ألبله لا تموقت لا تتأرطر لا تامنو أنت يا الله باري هوي بل هو يوم بتجباج نغريو نديو من دزينو بتغلابي توشو صلى الله عليه وسلم عبد الله يعبد نديو مساتشو من نبي صلى الله عليه وسلم عبد باريناتشو لا يعبد إما يملكو باريناتشو الساتشو رسولك هونزي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده نيالنو بباريو لي يالله باريناتشو ورسول لا يكذب ملك تنيا مناتشو دمو ما يستبابلو يهودانا النسوارا لمسالي ينبي صلى الله عليه وسلم ملك تنينت استبابلوان النسو بيستبابلو الله رسول منزلي مسكرو محمد رسول الله سيل محمد يالله ملك تنينو بلو يمسكر الله شو الله سلزي ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من نفع أو در إلا ما شاء الله كما قال الله تعالى من نمدمو أي ملكو مساتشو بحال بيتنا تيلاتشوم لنفسي لراساتشوم يهون لليلاوم عندي تنمنا قر بمتك أمم بمقداتم لي الله يشاوم بيهون انجي من نمي اللاتشوم الله اندالو هلو الله من سيلتنا قر قل لا أقول لكم إني خزائن الله خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي لن أنت نبي صلى الله عليه وسلم انجدي بالي يالاتشونو لن أنت يالله جمجابيتوش أني زندناتشو أهللم روك أنم أهلاوكم لن أنتم أني ملعك نين أهللم ودني ميورد لنين إنجي ليلان على كتلم بلاتشو تزازنو هيك الله يمتع قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا أني لن أنت قداتنم كتتانم ألشلم بلاتشو أني كالله كتات عندنم عادننجم كرسوم ليلا متأجيان علاقينجم بلاتشو تملكتن قد يهونم نبي صلى الله عليه وسلم بليالنو الله لن يندي استلالفو ميادرقاتشو يساتشو ندرشا يساتشو سلطان إنك زند مالتنو ملك تنياناتشو إما يستبابلو يالله باريناتشو إما يملكو كتلن الله سبحانه وتعالى مناله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله يشاوم بستكر لراسي تكمنم قداتنا ممتعت ألتشلم روكنا ميستر ينغن مالتنا يموك بنبر كنورو كمل كام نجر بابزهن كفو نجرم بالنا كاين نبر أني لم يأمنوا هزبوش أسفرارين أبصارينجي ليلة عيد لهم بلا تشوال الله سبحانه وتعالى أهونم مالتنا كذي من النهال لني الله باري أوتشوي لما سالي رسول صلى الله عليه وسلم مرز يالو مقبسي ستاحشو يروكون سلم ماكو الله كاساوك أتشوويش يانن مرز مقب ترسا تشولي بلا ستاقوت نبر جبريل تفاوسي لاتشونو يتفوت مالتنا سلزي ساتشو الله كاساوك أتشو يروك ميستر ويش مننم أهكم مالتنا ليلو نبي صلى الله عليه وسلم سو مهونا تشو لتاوكي قبال الله ملاك توچن كنور كبرحان نيفتارو إبليس النازرياو تشون كأسات نيفتارو آدم النازرياو تشون كچكا فتارا آدم النازرياو تشو مسارتا تشو كچكا بيهونم الزيوست عرات تاينتوني تعالى يافت عطار مالتنا يسو لجن بتملك كتراسو يما جمريو آدم كچكا يالابات يالنا تاسقين ولتنيا حوان كآدم يقون عطن تاسقين سوستنيا نبي الله عيسى عليه السلام يالا أبات كناتاچو كمريم اسقين عراتنيا يتكروتن يسو لجو تشولو كاباتنا كنات اسقين آدمن يالمن منقر كأفر اسقين حوان كقونو اسقين إيه ماسقرامي نقرنو تعد يالمن هوا أتمن لكم عملكم يقبو لبتشين يوفت عري بتشاسلو هنا مالتنو ودار السوس النملس نبي صلى الله عليه وسلم سوناتشو يميلي هونال يمي كتلوت إسلاموست سرقو قبي هونو مد يستساسبو تشالو لمس عليه رسول صلى الله عليه وسلم كنور برحانو يتفت عروت نورون كنورو خلقو جليلو إيالو ياسورالو بمنزومامي تشفرالو إيه ودكنا كفر أمنتنو نبي صلى الله عليه وسلم كاباتاتشو كعبدالله كناتاتشو ك أميناني تغنيوت مالتنا سلزي انتبه إباد الله يسولي جناتشو برحانون كبرحانو خلق أو فتارو تعلقو الله ميبال نغر يلب الساتشو مسوناتشو كسوني تفتارو النزيهن ودك أمنت يمي أبلاشو أبابالوش شريعة يمي ستاتشو ملس اندمي كتلو يهونال نبي محمد صلى الله عليه وسلم مولو سماتشو بمجمري أماني بالان محمد يابد الله لج عبد الله يابد المطالب لج اسكاياتاتشو هيدن مالتنا እናታቸው ደግሞ አሚና የውሃብ ልጅ ናት ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወንድና ከሴት ነው የተገኙት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በል ብሎ ደግሞ ሰው መሆናቸውን እንዲናገሩ እንዲህ ሲል ይጠቁማል ያው ድንበር ሲታለፈባቸው ካላህ ቃል ነው መልስ አምጥተን ምን ሰጠው قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد እኔ አምላካችሁ አንድ አምላክ ብቻ ነው ማለት ወደኔ يمي ورد اللين بيت احجو سو بچانين لكن دنانتو سونين كنانتا من اللي يوغن املاك احجو عند املاك نو اسم بچا املكوت كسوچ يال ملاك تميهون نبي يميهون تعدكان ميهون جن ميهون ميتا يميهون ميتا يميهون عد املكو بمالت ودنانتا يتلاكوين وين وهي ميورد اللين عند املاك بچا املكو بلا استلال في يتبالكوين نبي ሰው እንደናንተው እንጂ ሌላ አይደለሁም ነው ያሉት ሳቸው ልብ ሊባል የሚገባው እንደናንተው ሰው ነኝ ሲሉ ከኛ የሚለዩበት ነገር መኖሩን ማወቅ ግድ ይላል ሳቸውም ሰው ናቸው እኛም ሰው ነን የሚባልም አባባል የለም እሳቸው ያላህ መልእክተኛ ሲሆኑ እኛ ደግሞ ኖርማል ተራ ያላህ ባሪያዎች ነን የሳቸውን ደረጃ ማንንም ሊደርስበት አይችልም ስለዚህ ክብር ለሚገባው ክብር እንሰጣለን ማለት ነው አላህ ራሱ አውድሷቸዋል እኛም እናወድሳቸዋለን ውድ ያላህ መልእክተኛ መሆናቸውን እንመሰክራለን የሱም ባሪያ መሆናቸውን እንመሰክራለን ልክሳቸው እንዳሉን ምን ስለኔ ስትናገሩ ድንበር አትለፉ አሉ ቁሉ በሉ አብዱላሂ ወራሱሉሁ ያላህ ባሪያና መልእክተኛው ነው በሉ አሉ እኛም እሱን እንላለን ሌላስ ለሳቸው ደሞ ሚደርሳቸው ወህይ አለ ለነብያት ብቻ ሚወርድ ማለት ነው ሌላው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው እንደመሆናቸውና እንደሚረሱ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል እኔ እንደናንተው ሰው ነኝ እንደምትረሱት እረሳለሁ ብለዋል ማለት ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
መልሰው እንዲያሉ የአደም ልጆች ሁሉ አለቃ እኔ ነኝ አሉ። ለጉራ አይደለም አሉ። እነዚህና መሰል ማስረጃዎች ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአደም ልጅ ለመሆናቸው ከብርሃን እንዳልተፈጠሩ ከአደም ዝርያ ከሰው ከጭቃ ከተገኘው አስሉ ከወንድና ከሴት እንደተወለዱ ይሄ በቂ ነው። ስለዚህ ኑሩን ከኑሩ ኸለቀው ጀሊሉ እሳቸው ከብርሃን ነው የተፈጠሩት ይያሉ ይሄ የሱፊያ ፍርኾራፋት እምነት እስልምና ውስጥ ቦታ የለውም ማለት ነው። ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቢዳ ሰዎች እንደሚሉት ከኑር ብርሃን ላለመፈጠራቸው በቂ ማስረጃ ነው። ስለዚህ እምነታችንን እንጠብቅ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰው ልጅ እንጂ ሌላ አይደሉም ማለት ነው። ሙስሊሞች በጠቅላላ ይሄን ጠንቅቀው ሊያቆ ይገባቸዋል። እዚህ ጋር የመጨረሻ ነጥብ አንድ እንቀጥልና እሱ ምንድነው? ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአምልኮ ክፍል ምንም አይገባቸውም አልን። ለኢሳ ካልተገባው ለመላእክቶች ካልተገባቸው ለምንድነው ማይገባቸው? ፍጡራን ስለሆኑ። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍጡራን ናቸው፣ ከሰው የተገኙ። ስለዚህ እሳቸው ራሱ እኛ አላህን እንዴት ማምለክ እንዳለብን ሊያስተምሩን የመጡት ብለናል። አንድ አንቀጽ እንነጋገርና ባላህ ህዝነት የዛሬው ትምህርት እዚህ ላይ ያበቃል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን በሊላቸው አለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سجدتي إرديم هيوتيم موتيم لألماتو جيتا لألهنو بل ساتشو راسو لسونو مالتنو بارنتاتشو لرسو تغاري اللوم بمنو لي باملاكنتو لي بجيتنتو لي يهن مدرب ماستنابرو لي لسو سمنا بحريات اللوت بزيهم بماترات تاززكوين እኔም ሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ በል ተብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዘዙ ማለት ነው። ከዚህ ምን እንረዳለን? ያላህ ባሪያዎች ሆይ አምልኮ በጠቅላላ የሚገባው ለአላህ ብቻ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ ናቸው ብለን سنመስክር መልእክት ሊያደርሱ መጡ ከአምላክ የተላኩ በመሆናቸው በመላሴ እናገራለሁ በልቤ ቋጥራለሁ ወይንም በልቤ አምናለሁ ያዘዙትን ሁሉ ልታዘዝ የከለከሉትን ሁሉ ልከለከል የተናገሩትን ሁሉ እውነት ነው ብዬ ላምን እሳቸው ባሳዩት መንገድ ብቻና ብቻ እንጂ አላህን ፈጣሪን ላላመልከው። አንድ ምሳሌ ላምጣ። እሱም አንድ ሰው ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛልና በጭንቅላቴ ተገልብጬ ነው መሰግደው ቢል ይሄ ተቀባይነት ይኖራል አይኖረውም? ምክንያቱም እሳቸው አሰጋገዴን አይታችሁ ስገዱ ብለው እንዴት ብለን ለሱ መስገድ እንዳለብን ምድር ላይ በላካቸው በሳቸው በመልእክተኞች መደምደሚያ ሁሉ በመሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኩል ስለሆነ ሚቀበለን። በሌላ ሐዲስ ደግሞ ምን ስላሉ የኛ ተዛዝ የሌለባትን ስራ የሰራ ሰው ስራው ውድቅ ነው ወደሱ ተመላሽ ነው ስላሉ ያላህ ባሪያዎች ሆይ እኛም እሳቸው እንዳሳዩን እንስራ የከለከሉን እንከልከል የነገሩንን ሁሉ እውነት ነው እንበል። ዘመን ማይሽረው ነው ይዘው የመጡት መልእክት ካላህ ስለሆነ በጅብሪል ታማኙ ጅብሪል አለይሂ ሰላም አማካኝነት ነው መልእክቱ የመጣው እንስራበት ላለው። የዛሬው ትምህርት ክፍል 10 በዚህ ያበቃል። ሰምተው ከሚሰሩ ሰዎች አላህ ያድርገን። ጠቃሚ ዕውቀት ይስጠን። መጨረሻችንን ያሳምርልን። አገራችን ላይ የመጣውን በላ አላህ ያንሳልን። በተውሂድ ላይ ኖረው በተውሂድ ላይ ከሚሞቱ ሰዎች አላህ ያድርገን። سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين